بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس السادس مادة الدراسات الإسلامية قسم الحديث والسيرة للصف الخامس الابتدائي بعنوان الرحمة. هنا العنوان مش موجود، لكن احنا هنضع له عنوان وهو الرحمة. كان خالد يسير عائدا إلى بيته، وبينما هو في طريقه رأى ابن جاره يلاحق قطا صغيرا فيمسك به ثم يرميه للأعلى، وإذا اختبأ القط في مكان ضيق قذفه بالحجارة. أوقف خالد ابن الجيران وقال له: ماذا تفعل؟ فأجاب بأنه يتسلى بملاحقة القط. أخبره خالد بخطئه ونصحه وأن ما يفعله يخالف مبدأ الرحمة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الحديث الآتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. اقترح عنوان للنص، قلنا الرحمة. أتعرف على معاني الحديث. الراحمون هم المتصفون بصفة الرحم، يعني الراحمون اللي يرحم الإنسان أو الحيوان يرحمهم الله، وتكون الرحمة بالشفقة والإحسان والمواساة والدعاء وترك الظلم. الرحمة تكون بالشفقة، الإحسان، المواساة، الدعاء، ترك الظلم. يرحمهم الرحمن يعني يرحمهم الله عز وجل، فيغفر ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويتفضل عليهم. ارحموا من في الأرض يعني رحمة عامة تشمل الصغير والكبير، المؤمن والعاصي، الإنسان والحيوان، تشمل الجميع. الرحم الأقارب. شجنة من الرحمن يعني مشتقة من اسم الله الرحمن، وهي أثر من آثار رحمة الله مرتبطة بها، فالقاطع للرحم منقطع من رحمة الله تعالى. القاطع للرحم منقطع من رحمة الله تعالى، فمن وصلها وصله الله، أي من وصل رحمه وأقاربه فإن الله يصله برحمته وفضله ويرحمه. ومن قطعها قطعه الله، من ترك صلة الرحم فإن الله يبعده عن رحمته، إن الله يبعده عن رحمته. يستفاد من الحديث تصف المؤمن بالرحمة والشفقة والإحسان للإنسان والحيوان. من اتصف بالرحمة فإن الله يرحمه ويجازيه بجنس عمله. من وصل رحمه، رحمه الله. من قطع رحمه قطعه الله. بإبعاده عن رحمته. يبقى من وصل رحمه رحمه الله، من قطع رحمه قطعه الله بإبعاده عن رحمته وفضله. من قطع رحمه قطعه الله بإبعاده عن رحمته. أتعرف على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نسبه عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي. من فضائله قال: فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. من صفاته كان غزير العلم مجتهدا في العبادة، غزير العلم مجتهدا
في العبادة؟ ما العلاقة بين الرحمة وصلة الرحم؟ من يتصف بالرحمة سيكون رحيما بأقاربه ويصلهم ويبرهم. يبقى من يتصف بالرحمة يكون رحيما بكل من حوله، ويكون رحيما بأقاربه فيصلهم ويحسن إليهم ويبرهم، فهما مرتبطان ببعضهم. الرحيم سيصل رحمه لأنه يصل كل من حوله وبما فيهم إيه؟ صلة الرحم. من يتصف بالرحمة يكون رحيما بكل من حوله، ويكون رحيما بأقاربه فيصلهم ويحسن إيه؟ إليه. نكمل. تعلمت أن المؤمن يتصف بالرحمة والشفقة والإحسان للإنسان والحيوان. من اتصف بالرحمة فإن الله عز وجل يرحمه ويجازيه بجنس عمله، أي يرحمه. من وصل رحمه فإن الله عز وجل يرحمه ويزيده من فضله. أضع علامة صح ما كان يتحلى به أمام الصفات التي يتحلى بها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: غزارة، العلم، الاجتهاد في العبادة. الاثنين دول هم الاثنين، غزارة العلم والاجتهاد في العبادة. غزارة العلم والاجتهاد في العبادة. أكمل الفراغات الآتية بما يناسب. من ترك صلة الرحم فإن الله يبعده عن رحمته. الأمر بالرحم عام، يشمل الصغير والكبير، المؤمن والعاصي، الإنسان والحيوان، المسلم والكافر. يبقى الله يبعده عن رحمته، هنا الكبير، هنا العاصي، الحيوان، الكافر. الكبير، العاصي، الحيوان، الكافر. بما تكون الرحمة؟ تكون الشفقة والإحسان والمواساة والدعاء وترك الظلم. الشفقة والإحسان والمواساة والدعاء وترك الظلم، تكون بالشفقة والإحسان والمواساة والدعاء وترك الظلم كما جاء في النص. تكون بالشفقة والإحسان والمواساة وترك الدعاء والمواساة والدعاء وترك الظلم. إلى عامة، بما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم؟ أقول شبههم بالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والتعب.
الحمى، يعني إذا تعب، أو مثلا إذا تعب منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالساهر والحمى، يعني لو رأسك تعبت كل الجسم يتألم معها، اللسان يقول آه، ويدك تتأثر وكلك تتعب، فهذا هو كأنهم جسد واحد في التواد والترحم، بما تكون رحمة الحيوان بإطعامه، بإيه؟ إطعامه وشرابه وعدم تحمله أو عدم إيه؟ تعبه فوق الطاقة وعدم تعذيبه أو حبسه. دخلت امرأة النار في قطة حبستها حرة، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى تطعم الحيوان وتسقيه وعدم إتعابه فوق الطاقة وعدم تعذيبه أو إيه؟ أو حبسه. طعامه وشرابه وعدم إتعابه فوق الطاقة وعدم تعذيبه. أو ممكن نقول نطعمه ونسقيه. نطعمه وإيه؟ ونسقيه، ولا نتعبه فوق الطاقة، ولا نعذبه، ولا إيه؟ ولا نحبسه. إحنا لسه ما مسحناش اللي فوق دي. إلى السؤال الثالث، أكتب العبارة التي أثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر، قال: نعم البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. نعم البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. نعم البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. أبو عبد الله وأم عبد الله وأم عبد الله وأبو عبد الله. خلاص، أعلل تخفيف إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند سماع بكاء الصبي من رحمته بالصغار، ولأنه يعلم أن أمه تتألم لبكائه. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، ولأنه يعلم أن أمه تتألم لبكائه وتحزن. يعلم أن أمه تتألم لبكائه وإيه؟ وتحزن. هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، وأيضا رحمة بأم الطفل. لسه عندنا حاجة تانية، أبين جزاء من وصل رحمه وأقاربه، يصله الله عز وجل برحمته وفضله، يرحمه ويوسع عليه في فضله، يعني رزقه. من أراد يبارك الله في رزقه فليصل رحمه، يعني هنا يصله الله عز وجل برحمته وفضله، يوسع عليه في الفضل يعني في الرزق، ويرحمه كما قال: من رحمها رحمته. طيب نكمل السؤال السادس، من صفات الله، آخر حاجة دي، أيوة، من صفات الله الرحمة، فهو الرحمن الرحيم. اكتب 3 من آثار رحمة الله. أول حاجة إنزال
نزال المطر، نزال المطر هذا رحمة. انبات الزرع هذا من رحمة الله عز وجل. أيضا إنزال القرآن الكريم، خلق الشمس والقمر سخرها لنا. إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالمين. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر هذه من نعم الله علينا، أن الشمس هي اللي بتسبب تبخير الماء ونزول المطر وإنبات الزرع الذي نأكل منه، إنزال القرآن الكريم لنتعلم منه، كمان أن جعلنا مسلمين. هذه رحمة بالله بنا، لو كنت كافرا ستكون من أهل النار، فمن رحمته أن جعلك مسلما تكون من أهل التوحيد. هذه بعض مظاهر رحمة الله عز وجل. خلاص كده كده نكون خلصنا. ماذا تعلمت من هذا الدرس؟ كنا نسيناه، أن الراحمون يرحمهم الله، من يصل رحمه يرحمه الله، من يقطع رحمه يبعده الله عن رحمته. بعد أن درست هذا الدرس وتعلمت ما فيه من فوائد وآداب، ما تنوي أن تعمل؟ أن أكون رحيما وأن أصل الرحم، أكون رحيما وأن أصل الرحم. هذه آخر جزء كنا نسيناه كنا نوصله في الدرس. الراحمون يرحمهم الله، من يصل رحمه يرحمه الله، من يقطع رحمه يبعد الله عن رحمته. وسأطبق وأنوي أن أعمل أن أكون رحيما وأن أصل الرحم. في الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك وإرسال القناة للزملاء، وأذكركم بأن القناة عليها قائمة إسلامية، قائمة لغتي، قائمة علوم، قائمة رياضيات من الصف الأول حتى الصف السادس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.